على الرغم من كل الخلافات والاختلافات حول ما ورد في مشروع الموازنة من مواد وإجراءات تمس المواطنين، رسميا أقر مجلس الوزراء موازنة 2022 بعجز حوالي 17%، أي نحو 7 تريليون ليرة، بعد 8 جلسات متتالية لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة ببنودها التفصيلية. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي. أهلا بك. مساء الخير. مساء النور. وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية، هل فعلا سيكون بالإمكان التصحيح وإيجاد حلول لكل الأزمات التي تعصف بلبنان؟ أعتقد يعني بالتصحيح النسبة المنخفضة يعني مقارنة مع نسب العجز في الموازنات السابقة، ويلي هي بهيدي الموازنة نحو 17%. لكن مش المهم أن تعرفي أن الموازنة هي أرقام نظرية، أرقام توقعية. الأهم أنه تكون الموازنة قريبة من الواقع، يعني قريبة من إمكانية تحققها بشكل إذا مش كامل شبه كامل. لما منشوف مثلا بعمود الواردات انه في تصحيح للواردات، بمعنى تصحيح للنسب الضريبيه للرسوم، في كلام على تصحيح الاكلاف ان كان بالكهرباء ان كان بالاتصالات ان كان برسوم اداريه اخرى، وخصوصا بزمن يعني يتسم مش بركود. نعم. يتصف مش بس بركود، بانهيار. نعم. يعني طب دكتور، هل تتوقع أن يتبنى مجلس النواب الموازنة كما أحيلت إليه أم سيدخل بعض التعديلات؟ يعني ما بعرف إذا كان في هالقد موافقة بمجلس الوزراء قبل على هذه الموازنة. في بعض التحفظات، في كان مطالبات بإعادة النظر ببعض الأرقام، بمسألة الدولار الجمركي، بإنعكاسها على كلفة المعيشة، بإنعكاسها على تضخيم وتضخم الكتلة النقدية بالليرة وتعميق الفجوة اللي هو بين الكتلة النقدية بالليرة والكتلة النقدية الدولارية، ما يؤثر سلبا على استقرار سعر الصرف بالسوق الحقيقية. يعني كل هالأمور هيدي بدأ تدرس، وكمان يمكن يجب أن يدرس كمان يدرس مسألة الإصلاح. الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، شكرا لك على هذه المعطيات. يبدو أن أزمة شح مادة المازوت أخذت طريقها إلى الحل بعد عودة منشآت النفط في طرابلس والزهراني إلى ضخ هذه المادة في الأسواق المحلية. وأشارت مصادر مطلعة لصوت بيروت انترناشنال إلى أن هذه المنشآت لطالما أمنت 30% تقريبا من حاجة السوق، فهي ضمانة للأمن الاجتماعي، ولا يمكن للمسؤولين عن تأمين دولار استيراد المازوت لها أن يدعوها تتوقف مجددا عن تأمينه للمواطنين، وخصوصا أن هذه المادة أكثر من حيوية للتدفئة ولإنتاج الطاقة الكهربائية. هذا وناشدت المصادر المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب الأخذ في الاعتبار موضوع الرسم الجمركي على مادة البنزين بعد إقرار الموازنة، واعتماد سعر الصيرفة للرسوم الجمركية بدل 1500 ليرة.